صح يعني يشكر مخلوقاته يقول لهم من غيركم ما كنتش هبقى خالق. اكزاكتلي برافو يا ملك والله. المفروض ان هو يشكر مخلوقاته يقول لهم شكرا يا مخلوقاتي من غيركم ما كنتش هبقى خالق، شكرا حبايب. فاحنا نقول لكم السلام اكبر. عاوز اقول لك اول واحد حرك عقلي، انسى قصة الفلسفة ولا القصص الكلام ده، كان لاديني. لاديني كده دمه خفيف ها؟ مصري ملحد كده بالساركاستيك. مصري كان ملحد. مصري ملحد. فقال لي فقال لي ايه واول شيء يستفز عقلي، انا عارفه سخيف جدا راح تقول، قال لي ايه لازمه الملائكه دول؟ يختي كميله يختي كميله يختي كميله يختي كميله، بابل ربنا كده يختي كميله يختي كميله، يعني كانه طفل كان. فانا كمان استغربت فعلا، هو ليه العبط اللي نحن فيه؟ اللي يسبحون بحمده، ليه انت بتحتاج الموضوع هذا؟ يعني كانه طفل اقول له يختي كميله السنه كلها. يعني انا حتى امه حزها قريب.